عزيزي دولة السيد مارك روتا رئيس وزراء مملكة هولندا، الحضور الكريم. اسمح لي في البداية دولة رئيس الوزراء أن أرحب بكم في مصر في زيارتكم التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين ومستوى التنسيق والتعاون المشترك بين بلدينا. لقد تناولت مباحثتنا اليوم تأكيد التزام البلدين باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في ضوء وجود آفاق أوسع للتعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعلمية والثقافية. وعكست المباحثات توافق الرؤى حول أهمية مصر كشريك موثوق فيه للاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة بما يحقق المصالح المصرية الأوروبية. اتفقنا أيضا مع دولة رئيس الوزراء على وجود إمكانات كبيرة لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب مزيد من الاستثمارات الهولندية المباشرة في السوق المصري، لا سيما في القطاعات ذات الاهتمام المشترك ومن بينها قطاع الطاقة المتجددة والخضراء.